نتكلم بقى على البرنسبلز اوف بليتنج. برنسبلز اوف بليتنج، قلنا البليتنج بيعتمد على الاكسل كومبريشن بتاع السكرو، وعشان نحط سكروز فليو لها ريكومنديشنز ان الهيومرس تحط لها 6 كورتيسز، يعني 3 سكروز تحت، ده على الاقل، ده اقل حاجه، 3 سكروز تحت و3 سكروز فوق باي كورتيكال، ممكن تزود عن كده. الفور ارم 5، يعني 2.5 تحت، يعني 2.1 يونيكورتيكال و2.1 يونيكورتيكال. التيبيا 6 والفيمر 7 بنفس الايه الطريقه. بليت فانكشن بقى، ده موضوع مهم جدا. الفانكشن بتاع البليت تختلف عن البليت ده مصنوع ليه. ففي باترسنج بليت اوريدي بتشتغل كباترسنج لوحدها، انما زي ما وصفنا من شويه الكورتيكال سكرو ممكن تركبه نيوترال، وممكن تحول الفانكشن بتاعته ان هو يشتغل كلاج، يبقى ده فانكشن، هو مش مصنوع عشان يعمل لاج، ولكن ممكن تخليه يشتغل كلاج. نفس الفكره بالنسبه للشريحه. فانكشنز بتاع الشريحه احنا عندنا 5 برينسيبلز اساسيين او 5 فانكشنز اساسيين. واحد نيوتراليزيشن بليتنج، وباترسنج او بريدجنج او تنشن باند او كومبريشن. دول الخمس وظائف اللي ممكن يعملهم الشريحه. اولهم هو النيوتراليزيشن بليت. النيوتراليزيشن بليت معناه ايه؟ معناه ان هو نيوترالايز الفورسز اللي هتقع على المثبت الاساسي. المثبت الاساسي بالنسبه للكسور هو الانتر فراجمنتري سكروز، اشهرهم اما يبقى عندك كسر في اللتر المانس بهذا الشكل، فانت رديت الكسر وثبتته بايه؟ بانتر فراجمنتري سكرو. انا عايز احمي الفورسز او المومنتس اللي هتقع على هذا السكرو، فاقوم اركب الشريحه الوان ثيرد اللي هي شكلها وان ثيرد تيوبلر، وفي نفس الوقت الهولز بتاعتها ايه؟ راوندد. فالهولز الراوندد دي مش هتعمل لك كومبريشن على الكسر، ولكن فايده الشريحه دي ان هي تقلل الاستريسز اللي هتقع على المسمار. ده معنى النيوتراليزيشن بليت، بمعنى ان هو بيشتغل كبروتكشن بليت، بيحمي الكونستراكت اللي انت مثبت بيه. هل ممكن استخدم دي سي بي كنيوتراليزيشن بليت؟ اه طبعا ممكن تستخدم دي سي بي كنيوتراليزيشن بليت، بس تركب السكروز ايه؟ سنتريك، ما تركبهاش اكسنتريك وتعمل بيها كومبريشن. يبقى دي اسمها الوظيفه. ممكن تركب بريكون يشتغل كنيوتراليزيشن بليت؟ طبعا. يبقى دي اسمها الوظيفه بتاع الشريحه دي ايه؟ انها تعمل نيوتراليزيشن او بروتكشن للكونستراكت المثبت للكسر. طيب تاني وظيفه هي الباترسنج والانتي جلايد، والاثنين يعني ما فيش فرق ما بينهم، الفرق في التسميه بس. الباترسنج اشهر كسر بنعمل له باترسنج هو ايه؟ هو التيبيال بلاتو، ثم ديستال ريديوس، الاستابلر فراكشر، بلافوند، الارتيكولار سيرفيس مينلي هي اللي بتعمل لها باترسنج. ومعنى كلمه باترسنج ان هو تشتغل كرافعه، يعني بترفع او بتحاول تحافظ على الكسر اجينست الشيرنج مومنت اللي ممكن تقع عليه فيحصل فيلير تاني في الكسر ده. في شرايح باترسنج وقلنا اللي فيها كيرف دي بتمثل رافعه لفوق، يبقى دي اسمها شريحه باترسنج. ولكن هل ممكن استخدم شريحه مش باترسنج نعمل بيها باترسنج افكت؟ اه طبعا. ان الباترسنج افكت دي اسمها الفانكشن بتاع الشريحه. ممكن استخدم شريحه وان ثيرد اعمل بيها باترسنج افكت؟ ايوه طبعا. بل ممكن استخدم ووشر اعمل بيه باترسنج افكت. يبقى الفكره بتاع الفانكشن مختلفه عن الشريحه معموله ليه. فكره الباترسنج بهذا الشكل، انا لو جيت عملت باترسنج لتيبيال بلاتو، انهي مسامير هنا عامله باترسنج للكسر؟ ثلاث مسامير اللي تحت دول هم اللي عاملين باترسنج. عشان كده لو هتعمل باترسنج بشريحه لتيبيال بلاتو، يبقى اول حاجه بتركبها هي المسامير اللي تحت مش اللي فوق. يعني بتعمل بريليمينري ريدكشن للكسر بتاعك وتثبته بكي وايرز، بعد ما رجع في مكانه نقوم حاطين شريحه ونركب المسامير الديستال الاول عشان تشتغل كرافعه لهذا الايه؟ الكسر. والمسامير البوزيشنال اللي فوق ممكن يبقى مسمار بوزيشنال زي ده، او مسامير تعمل انتر فراجمنتري كومبريشن بالبارشل ثريدد سكروز بهذا الشكل. يبقى دي فكره الباترسنج. الوجه الاخر العمله هو الانتي جلايدنج. بس الانتي جلايدنج موصوفه للديافيزيال فراكشرز.
اما الباتراسينج موصوفه للميتافيزيال او الانترا ارتيكولار فراكشرز، الاثنين فكره واحده. بمعنى ايه؟ ان لو ده كسر شورت اوبليك بهذا الشكل، وانت انا جاي مركب شريحه اللي هي الشكل الاسود ده، وحطيت مسامير، المسامير دي شغاله كايه؟ اهو الشريحه دي شغاله كايه؟ كباتراسينج او كانتي جلايد، يعني منع ان يحصل الشيرنج مومنت الاكسيال لود يؤدي الى شيرنج مومنت وبالتالي يتزحلق الكسر ده. يبقى لو ما ثبتش مسامير فوق مش مشكله، لان هي وظيفه هذه الشريحه ان هي تعمل ايه؟ انتي جلايدنج افكت. يبقى الانتي جلايد جاست بس هو بتاع الديافيزيال فراكشر، اما الباتراسينج هو بتاع الميتافيزيال او الانترا ارتيكولار فراكشر، والاثنين نفس الفكره بالظبط، بيشتغلوا اجينست الشيرنج مومنت اللي بتقع على الكسر ده. يبقى دي فكره الباتراسينج، واشهر شرايح باتراسينج هي التي بليت اللي بتركب في الدستر ريديوس، او التي بليت اللي بتركب في التيبيال بلاتو، او الريكون بليتس اللي بتتركب في الاستابل. طيب بعد كده الوظيفه الثالثه هي البريدجنج بليت. البريدجنج بليت هي وظيفه فايدتها ايه؟ انك تبريدج الكسر، يعني بتسيب الكسر بالبروسل بلاد سبلاي بتاعه بالكومنيوشن اللي فيه، وتثبت فوقيه وتحتيه بشريحه ايا كان نوع الشريحه. يعني هتثبت بدي سي بي، هتثبت بس هنا بيراعى وانت عامل بريدجنج، اما تيجي تثبت المسامير تحت اعملها كومبريشن، اعمل كومبريشن، يبقى كده ما هياش بريدجنج، لا جاست بتبريدج الكسر. ويستحب في البريدجنج بليتس طبعا دلوقتي انك تركبها لوجد، عشان الاسترس اللي هتقع بسبب الكومنيوشن ده ما يحصلش فيلير في الشرايح دي. طيب رابع وظيفه ان هي تشتغل كتنشن بند، الشريحه تشتغل كتنشن بند. يعني ايه كتنشن بند؟ اولا يعني تريزيست التنشن، وده اشهر شرايح اللي بتثبت فين؟ في الفيمر، لان اللاترال كورتكس في الفيمر تعتبر هي التنسايل سيرفيس، فبتفيل دايما من اللاترال كورتكس من ناحيه التنسايل. ففي الوقت ده انا هحط شريحه على اللاترال كورتكس عشان تريزيست التنشن. طب وهي الشريحه دي مش هعملها ككمبريشن كمان؟ لا هعملها ككمبريشن. يبقى بتقوم بوظيفتين لو انا مثبت بيها فيمر، ان هي تعمل كومبريشن على الكسر وفي نفس الوقت تريزيست التنشن من ان هو يحصل له او التنسايل سيرفيس ان يحصل فيها جابنج. وكلمنا عن التنشن باند وقلنا انواع التنشن باند قبل كده، ان منه دايناميك تنشن باند وده الاشهر، وستاتيك تنشن باند. فاللي انت مثبته على عضميه ثابته ما فيش تراكشن عليها ده اسمه ستاتيك تنشن باند. الشريحه ممكن تشتغل كتنشن باند، واشهر تنشن باند هو مين؟ الكيورز في الالوكرينون، وتثبتها بايه؟ بسيركيلاج او باتيلا او جريتر تيوبروستي او ايا كان اللي تثبت عليه تنشن باند. اما لو عملت تنشن باند في ميديال مالس يتقال عليها ايه؟ ستاتيك تنشن باند. تنشن باند اللاترال مالس ستاتيك تنشن باند. تمام؟ وزي ما قلنا الفكره بتاع التنشن باند ان هي بتحول التنسايل فورسز من على التنشن سايد الى كومبريسيف فورسز على الاذر سايد. طيب بعد كده الكومبريشن بليتنج، وهي الوظيفه الاساسيه للدي سي بي او الاختراع العظيم ده، عظيم عشان بنعمل بيه كومبريشن. كومبريشن للبليت تقدر توصل له بثلاث طرق. لو انت عندك ترانسفيرس فراكشر تقدر تعمل بري بيندنج للشريحه فوق الكسر. فلما تعمل بري بيندنج للشريحه تقدر كل لما تقرط المسامير الاولانيه يقفل الكسر من الناحيه الاخرى ما يفتحش منه. الحاجه الثانيه ممكن تستخدم الاكسترنال تنشننج ديفايس، وده شكل البري بيندنج للشريحه. لو بصيت في الصوره دي تعمل بري بيندنج للشريحه هنا عشان لما تثبت المسامير الاولانيه الاذر كورتكس ما تفتحش تضم اكتر. دي الطريقه الاولى لانك توصل لكمبريشن. تاني حاجه انك تستخدم الاكسترنال تنشننج ديفايس ده، وتالت حاجه انك تعمل ايه؟ تستخدم شريحه دي سي بي دايناميك كومبريشن بليت، يعني تحط الهول السكرو في الهول الاكسنتريك وتستخدمه ككمبريشن بليت. طيب لو جينا في الصوره دي زي ما قلنا ده الكسر، وتثبت بانترفراجمنتري سكروز، وتحط نيوتراليزيشن بليت مش كومبريشن بليت. هو ينفع اعمل انترفراجمنتري كومبريشن وبعد كده اعمل كومبريشن تاني؟ لا ما ينفعش. بمعنى ان هذه الشريحه برغم ان هي ممكن تعمل بها كومبريشن، انما في الكسر ده ما ينفعش تعمل كومبريشن. ليه؟ لانك وصلت للكومبريشن اللي انت عايزه من خلال
السكروز اللي بره الشريحه. يبقى في الوقت ده بستخدمها كنيوتراليزيشن بليتس عشان تنيوتراليز الفورسز او روتيشنال مومنتس اللي ممكن تقع على السكروز دي. ودايما الكومبريشن اللي بتوصل له بانتر فراجمنتر سكرو اقوى بكتير بره الشريحه، يعني اقوى بكتير من الكومبريشن اللي توصل له بانتر فراجمنتري فيكسيشن من داخل الشريحه. وده شكل الايه الاكسترنال تنشننج ديفايس، وده الديناميك كومبريشن بليت لما بتثبت بيه شرايح بهذا الشكل. ممكن تعمل كومبايند بليتنج ولاج سكروز في نفس الوقت. طب انهي هيتثبت الاول؟ انهي هيتثبت الاول؟ اللاج الاول دايما بقدر الامكان. طب مش قادر، يبقى تثبت المسامير دي وتسيبها مش مقروطة للاخر مهوية لحد ما ايه ما تثبت اللاج بتاعها. طيب بعد ما ثبتت اللاج ينفع احط سكروز هنا بريفرال يعني كومبريشن؟ لا ما ينفعش. يبقى طالما عملت انتر فراجمنتري كومبريشن يبقى في الوقت ده خلاص ما ينفعش تعمل اوفر كومبريشن عليه.